موسيقية. جمهور أيام قرطاج الموسيقية، حضورنا الكرام، مساء الخير. ضيوف المهرجان، السيد وزير الشؤون الثقافية، السادة والسيدات أعضاء الحكومة، سعادة سفراء الدول الصديقة والشقيقة الممثلة في تونس، أصدقائنا أصدقاء المهرجان، الفنانين، الصحفيين، ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية الحاضرة، السادة المشاهدين اللي تابعوا في سهرة الاختتام على المباشر، مساء الفن، مساء الموسيقى ومساء الخير. مرحبا بكم في سهرة اختتام الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية. تونس عاشت أسبوع من الحلم ومن الموسيقى من 11 إلى 18 أكتوبر 2019. أجيال مختلفة من الفنانين التقت في هذا الأسبوع، تجارب متنوعة، مشاريع واعدة ومختلفة كذلك، وكلها التقت مع جمهور كان متعطش للحلم، للموسيقى وللحياة. الليلة دورة أخرى تصدل ستارها، تخلينا برشة ذكريات ولحظات مهمة وأمل في مشاريع فنية باش تكمل السنية. الليلة باش نكتشف المتواجدين في المسابقة الرسمية وبالجوائز المهنية كذلك، ولكن نرجع معكم على تفاصيل دورة أردناها وأردتموها استثنائية. وهي طبعاً دورة استثنائية، دورة استثنائية برؤيتها وباختياراتها، ببرمجتها ومفاجآتها، وكذلك بفريق العمل، فريق عمل شاب كان رفع الرهان رغم كل الصعوبات باش يكون في الموعد مع الجمهور، أثبت في كل مرة إنه هو الاستثناء. دورة مميزة وإن شاء الله دورة مميزة جداً، عشنا فيها العديد من اللحظات المهمة، عشناها مع الفنانين، مع لجنة التحكيم، عشناها في فضاءات مختلفة، في فضاءات مدينة الثقافة وإلا في شوارع تونس، في فضاءات جديدة دخلت لها الموسيقى ودخل لها المهرجان لأول مرة،
والجميل في كل مرة أن نلقاو تفاعل كبير من جمهور في كل الألوان وكل الأذواق. أدعو الآن السيد فاخر حكيمة المنسق العام للمهرجان ومدير إدارة الموسيقى والرقص حتى يعطينا أكثر تفاصيل وبالأرقام، لأن لغة الأرقام ساعات تعطينا الصورة أوضح. مرحبا يا سيد فاخر حكيمة. مرحبا بك سي فاخر. مرحبا. الأرقام، شنو تحكي لنا الأرقام؟ مرحبا قبل كل شيء بكل الضيوف، مرحبا بالسيد وزير الشؤون الثقافية وكل المرافقون له. الحقيقة منذ أشهر والزملاء نشتغل لأجل معناتها تنظيم دورة نعتقد يلزمها تكون استثنائية على مستوى البرمجة الفنية وعلى مستوى التنظيم الإداري والمالي. الحقيقة نعرف اللي الأرقام معبرة جدا، حاولنا كما التلخيص اللي تقدم الركاب هذا فيديو، حاولنا نلخص الدورة في بعض الأرقام. دونك الدورة احتوت على 29 عرض موزعة على 8 فضاءات، منها 5 في الشارع، وكبها قرابة 30,000 متفرج. كذلك 7 عروض بمركز الموسيقى العربية المتوسطية نجم الزهرة في إطار عشويات المالوف، وكبها 700 متفرج. أيضا 13 عرض في إطار المسابقة الرسمية، وكبها قرابة 6,000 متفرج. كذلك 5 عروض برمجة موازية، عرضين من تونس وعرض من باكستان وعرض فرنسي جزائري، وكبهم قرابة 2,500 متفرج. المجموع قرابة 38,000 متفرج واكبوا هذه الأيام. حسب اعتقادنا في الظرفية هذه معناتها 38,000 متفرج يعتبر رقم هام جدا. كذلك الجهات كانت ممثلة بأيام قرطاج الموسيقية من خلال 6 مشاريع من الجهات شاركت في المسابقات الرسمية وعلى هامشها. كذلك شارك في المهرجان 14 جنسية في إطار المسابقات أو في إطار اللقاءات المهنية أو في إطار العروض الموازية. 250 وسيلة سمعية وبصرية ومكتوبة غطت فعاليات المهرجان وواكبت العروض. هذا المهرجان خصص 11 جائزة، 5 منها مالية و6 مهنية. كذلك وقع تنظيم 7 لقاءات مهنية لفائدة المختصين في القطاع، و4 ورشات موسيقية لفائدة طلبة وتلاميذ الاختصاص. شكرا. شكرا لك سي فاخر حكيمة مدير إدارة الموسيقى والرقص وكذلك المنسق العام للمهرجان. أكيد أننا باش نحيي كل الفنانين المشاركين الذين شاركوا وأسسوا كل فقرات المهرجان، ولكن منكم الليلة نحب تحية كبيرة برشا للجمهور. وسمعتوا بالأرقام قداش كان الجمهور حاضر بكثافة وكذلك بسلوك حضاري متميز، فتحية للجمهور أيام قرطاج الموسيقية. نحن الليلة نحتفل ونحتفي بالموسيقى، وبعد شوية باش نشوفوا شكون المتواجدين في المسابقة الرسمية وبقية المسابقات، ونذكر اللي فما 3 جوائز رسمية والعديد من الجوائز المهنية. طبعاً المسابقات والمنافسة هي مهمة جداً، ولكن الأهم يقع ديما اللقاء مع الجمهور، والأهم إن نفسحوا ديما مجال للحلم وللتعبير. قبل ما نبدأوا وقبل ما ننطلقوا في تقديم الجوائز والتكريمات، نبدأوا بالموسيقى لأنه كثرنا برشا من الكلام ويزمنا نسمعوا شوية لغة الأوتار. الفنان اللي باش نستقبلوه الآن هو فنان من جيل الشباب، ولكن تجربته مهمة، معترف به كواحد من أحسن عازفي الكمانجا في العالم العربي، وهذا قالوها عليه
عازفين كبار ونقاد كبار، وهو ديما يقول اللي يعتبر كمانجتو جزء من الجسد نتاعو. بكل حب معكم الليلة نستقبلوا الفنان محمد الغربي. لا سلام دون أرض وموسيقى. سأموت اليوم أو غدا، وستبقى الأرض المخطوطة أمانة، ليست ملكي لأسلمها إليك وأشاهدها تحتضر. تختار الموت؟ أنا أرفض أن أسلمك أرواحهم وحريتهم. سامحوني. Thank you.
مساء الخير، تحية للحضور الكريم. فرحان برشا اللي موجود معاكم في سارة اختتام أيام قرطاج الموسيقية 2019. نحب نشكر إدارة المهرجان اللي وجهت لي الدعوة هذه باش نأمن هذا الحدث الفني الهام والهام جدا بالنسبة لينا، خاطر حدث مميز جدا ومن شأنه أنه يثري المشهد الثقافي التونسي. ونحب نحيي زاد العازفين اللي معايا فردا فردا، تعبوا معايا برشا. حسيلو مانيش طول عليكم، العرض باش يكون عرض قصير مش طويل، ان شاء الله ما يكونش ممل، باش نحاول يعني نتطرق فيه الكل معناتها للاعمال الموسيقيه اللي لحنتها الكل ان شاء الله، وان شاء الله تكون عند مستوى تطلعاتكم وتعجبكم بالطبيعه، وان شاء الله عادي وقيت حلو كما نقولوا. شكرا. Thank you.
Thank you.
تويكا. تويكا في الختام، بالمناسبة هذه نحب نقدم لكم عمل جديد اصدر منذ يومين تويكا عنده، بعنوان ابن الأرض 2 بارت 2، مدعم من وزارة الشؤون الثقافية، مشكورة على الدعم متاعها. نحب من خلاله نشكر كل الناس اللي أشرفوا فيه، معناتها اللي شاركوا فيه بلوتو، اللي تعبوا فيه، ابتداء معناتها من الإخراج مخرج السوري سامويل نجيب سخية، الممثلين اللي مثلوا فيه من أكبر الممثلين اللي عندنا في تونس، خاصة أنا كان لي الشرف أنه نحظى بعودة الفنان القدير عيسى حراث اللي كان يعني يشارك فيه، كان يعني في دور رئيسي، زاد الممثل الكبير بحري الرحالي، الفنانة مريم فتحي العكاري، وبالطبيعة فنان زاد علي بن سعيد، والقائمة تطول معناها على مستوى يعني ممثلين. على مستوى زاد التوزيع الموسيقي نحب نقدم تحية كبيرة للموزع الكبير وليد النموشي، اللي بصراحة معناتها موزع كبير برشا. زاد نحب نشكر زاد صديقي زاد أخويا نصر الدين الشبلي اللي وقف معايا من الأول يعني في التسجيلات وفي اللقاء وكل شيء. نحب نشكر زاد العازفين هذوما اللي سجلوا معايا زاد في الاستوديو وتعبوا معايا، بارك الله فيهم. حسيروا هي راهو ان شاء الله اللي يعني ما ذكرتهمش يسامحوني على خاطر ما نخلطش نسمي القائمه الكل. برشا معناها برشا السلطان اي بيان سيغ طبعا، وانت معاهم. تحيه لسيمونير الترود فنان كبير. اذا توا وانا بطبيعه يشرفني اني نقدموا يعني العمل هذا لأول مرة على خشبة المسرح في الإطار هذا متاع أيام قرطاج الموسيقية، خاطر ما فماش يعني ما أحلى من الإطار هذا باش واحد يقدم فيه يعني إنتاجات موسيقية جديدة تتسم بالبحث وفيها برشة تعب وفيها برشة جهد. إن شاء الله ينال يعني رضاكم وإن شاء الله تشيخوا عليه، واللي هاكا باش تكون فرصة بالنسبة للي ما تفرش فيه، هاكا فرصة باش تفرش فيه لهنا في اللايف وباش نعديوه إن شاء الله avec la projection. إيه سمعا جميلا كما يقول. شكرا. لا سلام دون أرض وموسيقى، سأموت اليوم أو غدا وستبقى الأرض المخطوطة أمامي، ليست ملكي لأسلمها إليك وأشاهدها تحتذر. تختار الموت؟ أنا أرفض أن أسلمك أرواحهم وحريتهم. Yeah.
Thank you.
نقول جس كلمة بركة، سمحوني جس كلمة مهمة ياسر حب نقولها. العمل هذايا اللي كنتوا تشاهدوا فيه الكل حبيت نهديه روح أستاذي العزيز اللي أول واحد حط لي الصوابع على كمانجا، سي محرز حريب. الله يرحمه وينعمه. ونحب زادة نشكر بطبيعة سيد الوزير الثقافة سي محمد العابدين أنه جاء وحضر في العرض هذايا وعلى الدعم نتاعو للمشروع نتاعنا اللي هو اللي كنتوا تفرجوا فيه. ونخليكم تنقل لكم سهرة ممتعة وإن شاء الله دورة ناجحة، وإن شاء الله اللي يستحقوا إن شاء الله يتوجوا وياخذوا حقهم يا رب. شكرا. كما شفتوا أردناها تحية لفريق العمل، فريق المهرجان اللي كله تقريبا كله من الشباب، فريق اللي يخدم صباحا مساء وحتى يوم الأحد. تحية لأصدقائنا في فريق اللوجيستيك، فريق التنظيم، فريق الإعلام والاتصال، الفريق التقني كذلك اللي قدم عمل كبير، وكل مرافقين لجنة التحكيم والفنانين اللي كانوا حاضرين معنا. يلا نوصل للحظات الأخيرة من عمر الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية، واللحظات المهمة. شوف في برشا وجوه قاعدة تنتظر وقلوب قاعدة تدق. صدقوني قلبي يدق أكثر منكم، خاطر عطاوني مسؤولية كبيرة إني باش نعطي الأسماء، أسماء المتواجدين. قبل ما نبدأ خلينا نقولوا اللي كل المشاركين في المهرجان، كل الفنانين اللي شاركوا في المهرجان هم متوجين بحضور الجمهور
بحب الجمهور وبتقديمهم لموسيقى راقية ومتميزة. فتحية لكل من شارك في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية. أدعو الآن السيد عماد العليبي المدير الفني للدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية. بدينا نوصلوا للصندي توا. مرحبا بك عماد. إذا السلام ومرحبا بك. مرحبا عماد. السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل. كما تشوف الناس الكل تستنى في النتائج. بعد شوية أكيد باش نعطيو الجوائز الرسمية، ولكن قبل باش ننطلقوا بالجوائز المهنية. وقبل ما نوصل للجوائز ولجنة التحكيم، كان فما عمل كبير برشا برشا قبل ما ينطلق المهرجان. صحيح، ثم لجنة فرز وانتقاء اللي كانت متكونة من السيد سامي بن سعيد، مشكور موسيقي وفنان كبير، مدام شيراز بن مراد صحفية ثقافية، مدام إقبال الحمزاوي، السيد عادل بندقة، السيد زياد زويري، مدام بديعة بوحريزي، والسيد رفيق الغربي. هذه في لجنة الفرز والانتقاء للمسابقة الرسمية. نعم. بالنسبة للجنة الفرز والانتقاء لجائزة لمسابقة المألوف، فيها السيد سفيان الزايدي، وسيم شاهد، والسيد أنيس القليبي. شكرا. نبدأ بالجوائز المهنية، والجائزة الأولى هي جائزة Fondation Maison de Tunisie à Paris. والجائزة هذه هي تتمثل في برمجة ثلاثة فنانين توانسة في باريس، في Maison de Tunisie في باريس، ويتحصلوا عليها ثلاثة فنانين اللي شاركوا في المهرجان. نبدأ. إذن الفائز أو الفائزة الأول أو الأولى بجائزة Maison de Tunisie دار تونس هي سسبنس زي صابرين جنحاني. مبروك لصابرين جنحاني زي ميرسي. فيليسيتاسيون. الفائز الثاني بجائزة دار تونس، ونذكر اللي الجائزة هي برمجة عروض في دار تونس. الفائز الثاني يوفا لنصر الدين شبلي. مبروك. إذن ثلاثة فنانين توانسة هما الحائزين على جائزة Fondation Maison de la Tunisie في باريس، والجائزة متمثلة في برمجة عروض للفنانين المتواجدين. ألف مبروك ليوفا نصر الدين شبلي وكل المجموعة. والفائز الثالث في الجائزة هذه دندري لمحمد الخشناوي. مبروك. وين محمد؟ مش موجود. إذا لي محمد نجم ناخذ أنا الجائزة في بلاستو؟
مبروك محمد خشناوي. محمد خشناوي دندري. إذن نمر إلى الجائزة المهنية الثانية، وهي جائزة يقدمها لوتيداف. يتفضل بحذانا سي يوسف بن إبراهيم. جائزة المهنية الثانية تقدمها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومتمثلة في 5000 دينار. سي يوسف بن إبراهيم مرحبا بك. المتحصل أو المتحصلة على الجائزة، قبل ما نعرفوا شكون، سي يوسف مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا للوتيداف على تقديم هالجائزة هذية ودعمها للفنان. قيمتها بالنسبة لكم؟ هي قيمة كبيرة، وشكرا لإدارة أيام قرطاج الموسيقية على هذا التعاون مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. هذه مساهمة بسيطة في دفع وتشجيع الإنتاج الفني الموسيقي والأدبي بصورة عامة. جائزة مالية قيمتها 5000 دينار يقدمها أو تقدمها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمتحصل عليها جولترا ساوند سيستم. جولترا ساوند سيستم، اي من بعيد. حليم اليوسفي مبروك. شكرا لك سي يوسف بن إبراهيم. إذن جائزة أخرى، جائزة دار أيكام، والجائزة متمثلة في إقامة فنية ومرافقة لفنان تونسي في دار أيكام، مناصفة قدمت لي. وقبل نستقبل إيمانويل بوتش. Et merci pour l'encouragement et pour le prix. إذن الحائز الأول على جائزة دار أيكام ألف ألف كوينتيت ميوزيك. مبروك لألف كوينتات ميوزيك، جائزة مقدمة من دار أيكام، متمثلة في إقامة فنية ومرافقة. الفائز الثاني بجائزة دار أيكام، نذكر لبحثنا مدام إيمانويل بوتش. الفائز الثاني هو ساوند اسكيب لغسان الفندري. مبروك. مبروك غسان. شكرا لدار أيكام، شكرا لدعم الفن والفنانين. الجائزة الموالية تقدمها تي في 5 موند، وأدعو زينب الرحال
جائزة تيفي 5 موند جون تالون مغرب للفنانين الشبان بالمغرب العربي قيمتها 3000 أورو نجموا تصرفوها بالدينار. مرحبا يا زينة، أهلا وسهلا. Bonsoir, ravi d'être là. TV5 Monde est donc partenaire de cette édition des Journées musicales de Carthage. Et nous sommes très heureux de pouvoir encourager à travers ce prix. Et nous souhaitons que ce prix soit pérenne et dure d'année en année. Voilà. J'ai dit TV5 Monde, li al-fananin, al-shuban, bil-maghrib, al-arabi. Al-mawahib al-shaba, bil-maghrib, al-arabi. قدمت إلى مشروع الولادة للبنى نعمان ومهدي شقرون. مبروك لبنى ومهدي، مبروك للولادة. ألف مبروك. مشروع الولادة لبنى نعمان ومهدي شقرون الحائز على جائزة تيفي 5 موند للمواهب الشابة بالمغرب العربي. ألف ألف مبروك لكم. إذن نمر إلى جائزة أخرى ضمن الجوائز المهنية، وأدعو كل من سعيد العصادي وفاليري لسبروس. جائزة الموسيقى 360 مقدمة من طرف المعهد الفرنسي بتونس، جائزة مهمة اللي فيها مرافقة وجولة وتسجيل ألبوم. مرحبا بكم. Merci. Nous sommes aussi honorés pouvoir contribuer pour le développement des artistes tunisiens. Évidemment, notre prix c'est c'est un accompagnement pour les artistes et développement de carrière sous différentes formes. Premièrement, concevoir et réaliser un répertoire et enregistrer un disque qui sera distribué sous le fond physique ainsi que digital en France et à l'international. Et accompagner l'artiste pour les tournées, notamment au moins 5 concerts à Paris, Festival au fil des bois, à Arles, les Soudes, et à Montpellier, Arabesque, et à Bordeaux, et enfin pouvoir faire tout ce qu'il faut pour que cet artiste puisse aller beaucoup plus loin. Et ce prix a été vraiment possible avec contribution et soutien de l'Institut français, notamment Valérie qui est ici avec moi. Merci, tu as déjà tout dit, mais l'Institut français était très heureux de s'associer à cette magnifique édition des JMC. Donc bravo au directeur Imad Alibi et à toutes ses équipes. Vraiment, c'était une belle découverte de plein d'artistes et des artistes plus confirmés. On était heureux de s'associer aussi à la venue de deux soirées avec Amazer Kateb et puis Dioud. Et on est surtout très heureux de s'associer à ce prix, effectivement, donc avec un album, l'accompagnement d'un artiste et une tournée, et de pouvoir contribuer au développement à l'international d'un artiste tunisien ou d'une artiste. فما سعادة مشتركة الحقيقة وسعادة متبادلة في التعامل مع شركاء اللي أسسوا المهرجان وزادوا في القيمة خاصة بالجوائز المهنية هذه. إذن الفائز أو الفائزة بالجائزة 360 المقدمة من المعهد الفرنسي بتونس والمتمثلة في جولة فنية مرافقة وتسجيل لألبوم،
هي زي لصابرين جنحاني. مسير صبري الواحد نجم يدخل بعضه من الجوائز راهو نجم تبكي دموع الفرحه مبروك صابرين نجم تقول لنا حاجه اخرى بخلاف ميرسي je suis très émue je suis trop contente vraiment merci pour cette opportunité et ça fait longtemps que j'attends de ne plus être fatiguée je suis en autoproduction depuis très longtemps et vraiment c'est une opportunité que je valorise énormément merci الف مبروك لصابرين جنحاني اللي زي جائزة 360 من المعهد الفرنسي بتونس. إذن الجائزة المهنية الموالية هي الجائزة المهنية. أدعو الآن السيد رائد عصفور مدير البلد. جائزة متمثلة في جولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جائزة مهنية مهمة كذلك. سيد رائد عصفور مرحبا بك، مساء الخير. مساء الخير، بتشرف أقدم هذه المنحة اللي هي من كانت مكونة من لجنة من مجموعة من مدراء المهرجانات المهمين في الوطن العربي وفي جنوب المتوسط. كانت مكونة من مهرجان بيروت أند بيوند أستاذ أماني سمعان، مهرجان وصلة في دبي عمر العياط، أستاذ فابيان في مهرجان لاديتور من فرنسا، حبيب دهشور من مهرجان أرابيسك، أستاذ اللي غائب عنا الآن إبراهيم المزند مهرجان فيزا فور ميوزك في المغرب، ومهرجان موسيقى البلد في الأردن. الجائزة طبعاً هي محلية للفرق الفنية والموسيقيين التوانسة، وهي عبارة عن جولة في المهرجانات العربية. والمتحصل على الجائزة، الجائزة المهنية، هو جولترا ساوند سيستم. مبروك مرة أخرى الجولترا ساوند سيستم، الجائزة المهنية متمثلة في جولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مبروك حليم اليوسفي، مبروك لكل المجموعة. مبروك. آخر من المسابقة وجزء مهم في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية، وهي مسابقة المالوف. مسابقة مهمة، مسابقة مختلفة عن بقية المسابقات. وأدعو الآن لجنة تحكيم مسابقة المالوف تلتحق بنا، وهي متكونة من سي فتحي زغندة اللي هو غايب علينا اليوم، أدعو سي أنيس الأقليبي والفنانة روضة عبد الله. في أثناء التحاقهم بنا خلينا نتذكر مع بعضنا لقطات من مسابقة المالوف.
الحقيقة هي كانت مسابقة من نوع خاص ممتعة جدا وذات طابع خاص، والجمهور اللي كان حضر في عروض المالوف كان تمتع. تحية للجنة تحكيم مسابقة المالوف، تحية للفنانة نيس الإقليبي والفنانة روضة عبد الله. روضة، المسابقة كيفاش كانت؟ هو كانوا فيها ثلاثة متسابقين، خليني نقول بداية اللي فما فائز واحد بالجائزة، ولكن بقية المتسابقين هما كذلك فائزين بما أنهم تم برمجتهم في إطار الشراكة بين المهرجان وفضاء النجمة الزهرة. حكينا شوية على مسابقة المالوف. عسلامة الناس الكل. مسابقة المالوف كتجربة ليا في لجنة تحكيم كانت ثرية بالنسبة ليا. ما نجموش نكونوا متصالحين مع موسيقتنا ومع توجهاتنا الفنية المختلفة المعاصرة من غير ما نكونوا زادة متصالحين مع تراثنا وموروثنا الموسيقي. على هذيك تقدم للمسابقة هذه ثلاث مجموعات، واخترنا أنه تكون فما جائزة أولى وفما جائزة ثانية وثالثة، هي هدية من قصر فضاء النجمة الزهراء اللي باش يكون عرض موسيقي للمجموعات اللي باش تفوز بالثانية والثالثة في قصر النجمة الزهراء واللي قيمته 6000 دينار. فضل بحذية من هنا حتى تقدم. أيوة سي أنيس، ملاحظة. الحقيقة حتى في المعهد عالي الموسيقى يغلطوا بيني وبين سي أنيس المدب، يعني أنا في عضو في لجنة الفرز وسي أنيس المدب عضو في لجنة التحكيم، ولهذا يظهر لي تناديه لسي أنيس المدب كعضو لجنة التحكيم بما أني في لجنة الفرز، وشكرا. أقعد معنا سي أنيس الإقليبي ويلتحق بنا سي أنيس المدب عضو لجنة التحكيم مسابقة المالوف. في الأثناء، من المتوج بمسابقة المالوف في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية؟ روضة. توج بالجائزة الأولى في مسابقة المالوف الفنان محمد علي بالشيخ. مبروك مبروك الفنان محمد علي بالشيخ. مبروك سي جدي العويني. نذكر مرة أخرى مسابقة المالوف كانوا فيها ثلاثة فنانين متسابقين، فقط فنان أو فريق متحصل على الجائزة، ولكن بقية المتسابقين يتم برمجتهم في إطار الشراكة بين أيام قرطاج الموسيقية في الدورة السادسة وفضاء النجمة الزهراء. مبروك للجميع. شكراً للجنة التحكيم، شكراً كذلك للجنة الفرز والانتقاء. يلا نتعديه الآن إلى الجزء اللي بالنسبة للبعض أهم. تحية، نجم نتعديه للمسابقة وبعد نقدم التحية. يلا، المسابقة الرسمية يتنافسوا مجموعة من المشاريع من تونس ومن خارج تونس على مسابقة رسمية على ثلاثة جوائز: التانيت البرونزي، التانيت الفضي، والتانيت الذهبي، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم. أدعو الآن السيد عماد العليبي المدير الفني للدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية. أكيد أن مهمة لجنة التحكيم ما كانتش سهلة لأن المنافسة كانت قوية، المستوى كان عالي جداً للمشاريع المشاركة، شفنا ألوان موسيقية مختلفة، شفنا جماليات متنوعة، شفنا جرأة فنية كذلك ومحاولة للخروج عن السائد والمألوف. ما سمعناش موسيقى الحقيقة، سمعنا موسيقات،
شفنا 17 مشروع من جنسيات مختلفة تنافسوا قدام الجمهور ولجنة التحكيم. مرحبا بك يا ميد العليبي مرة أخرى. مرحبا بك مرة أخرى. نسميه أعضاء وعضوات لجنة التحكيم في انتظار صعودهم بحذنا على الركح. رئيس لجنة التحكيم من بريطانيا جاستن أدامز. جاستن أدامز. جاستن أدامز جيتاريست لروبرت بلانت، جيتاريست إنجليزي ومنتج معروف في إنجلترا وفي العالم. أنتج ألبومات تيناريوان رشتا شيني دو كونور و برشا برشا ألبومات. ميرسي بوكو. نايس. عضو لجنة التحكيم من تونس قيس المليتي. قيس المليتي موسيقي وموزع وعنده برشا تجارب في الموسيقى المستقلة والموسيقى التونسية في فرنسا وفي تونس وفي برشا بلدان. مرحبا بك. عضو لجنة التحكيم من الكوت ديفوار سورو سولو. سورو سولو صحافي فرنساوي إيفواري منذ 20 سنة وعنده برنامج اسمه لافريك انشانتي في فرانس انتر. بيانفوني سورو. عضوة لجنة التحكيم من تونس عليا سلامي. عليا سلامي مغنية على التعريف، مغنية ومؤلفة موسيقية تونسية وعندها برشا مشاريع وزارت برشا بلدان في العالم. مرحبا بك علي. وأستاذة وقارات أجيال في المعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للفن المسرحي، تحية ليها. عضوة لجنة التحكيم من لبنان تانيا صالح. مرحبا تانيا، كيفك؟ تانيا صالح فنانة ومؤلفة وموسيقية من لبنان. بحضوركم وقبل ما نتعداو للتقرير النهائي للجنة التحكيم، خلينا نذكروا مع بعضنا أهم اللحظات اللي عشناها في المسابقة الرسمية. Yeah.
شفتوا كانت لحظات مميزة جدا جدا عاشها الجمهور ولجنة التحكيم كذلك فيما يخص المسابقة الرسمية. إذن هذه لجنة التحكيم مشكورة على المجهود اللي قضته بين العروض، ثم عاودت تفرجت تقريبا في كل العروض حتى تنجم تقيم المشاريع المنتقات. ونعرفوا اللي التقييم لهنا صعيب برشا لأنها كانت مشاريع كلها في مستوى عالي جدا، فتحية كبيرة للجنة التحكيم. Mes complices m'ont demandé de prendre la parole le premier, pourtant ils savent que je suis un gros timide. Mais rassurez-vous, je me soigne. Autre chose, j'ai commencé à apprendre l'arabe, mais ce n'est pas encore au point, donc permettez que je parle en français. Donc, franchement, tous mes complices et moi, on est violemment heureux et honorés d'être ici en Tunisie. Oui, quelques mauvais esprits penseraient que c'est de la flagornerie. On les connaît, les Africains, ils aiment toujours flatter. Mais croyez-moi, non, c'est vraiment senti du fond du cœur. Fier et honoré d'avoir été invité dans ce pays, la Tunisie, qui est quand même le pays où le taux de scolarisation de la femme est le plus élevé, l'un des plus élevés, sinon le plus élevé de toute l'Afrique. Ah. Secondo, nous sommes ici, moi en tout cas depuis dimanche, et nous avons l'honneur d'être présents au moment d'un moment important de la vie politique de la Tunisie. Donc nous sommes fiers et heureux, honorés, de constater dans cette Tunisie que la jeunesse prend son rôle civil à bras le corps et participe massivement aux consultations électorales. Dernièrement, ne donnez jamais la parole à un homme de radio, hein. Il la monopolise. Dernière chose, mon métier de journaliste producteur m'a permis de voyager un peu partout en Afrique et dans le monde. Et j'ai assisté à des organisations d'événements comme celui des JMC. Et croyez-moi, je crois que partout où j'irai maintenant, en tout cas sur notre continent, j'inviterai beaucoup de ministres de la Culture et beaucoup de directeurs artistiques de venir en stage en Tunisie. Parce que l'organisation était huilée comme une Suisse. Et je suis donc fier et honoré d'être ici, présent parmi vous. Arrêtez-moi, sinon je vous fais gonfler des chevilles. نترجم في سافيسا كل شيء به مهرجان ممتاز جدا شكرا للجميع. إذا ليه بالحق بخلاصة معنا تتقدم لجنة التحكيم فنانة تانية صالح تقدم لنا التقرير النهائي للجنة التحكيم في المسابقة الرسمية. أنا بشرفني أن يكون موجودة بتونس بالوقت يلي بلدي عم يعمل ثورة. كنت عم بحكي مع الأصدقاء بلجنة التحكيم أنه كتير قليل البلاد العربية يلي فيهم مهرجانات من هالنوع بيضووا على الفنانين الشباب يلي من بلادهم وبيصرفوا مصاري على مهرجانات مثل هاي وبنقوا الأشخاص المناسبين ليديروها وبينظموها بهالطريقة الحضارية واللي بتجنن. أنا بشرفني أن يكون بيناتكم بهالليلة التاريخية وكتير مبسوطة أني شهدت على الرئيس الجديد وهيدا ببرهن على أنه الديمقراطية بالعالم العربي مش حلم. فشكرا. جاستن أدامس رئيس لجنة التحكيم يقدم لنا التقرير النهائي ثم يتولى السيد المدير ترجمة التقرير. Thank you. I continue in English. It's okay. Thank you. Well, this is a competition, but music is not a sport, and there are no clear exact winners. Music's different from sport. All the artists who've participated in this have given something from their soul, and that's the essential part of music. And the connections that we've all made between us and the audiences and the artists involved have touched all of us, and
the connections that that has made will continue to resonate beyond borders. You said a lot. Can I translate? So, this is a competition, but music is not. هذه مسابقة ولكن الموسيقى ليست بمسابقة. There are no. See, say, can you say it again? Because. الموسيقى ليست برياضة وليس هناك ناجحون واضحون. كل الفنانين أعطونا شيئا عميقا من أنفسهم. وهذا الشيء الأهم في الموسيقى. La connexion qu'on a fait entre les musiciens, le jury et tout le monde. العلاقة اللي تعملت ما بين الموسيقيين والجوري والناس والتواصل مع جميع الحاضرين سيكون له صدى ما وراء الحدود. Thank you very much. بارك الله فيك. ويقول أنه سعيد جدا بتواجده في تونس. تم الترجمة. قيس مليتي. مرحبا بكم وانا باش نقول جوست هنيئا لنا بالرؤيه الفنيه الجديده سي تري تري امبورطون وان شاء الله نبنيو عليها في المستقبل هذا المهم اونكور فوالا ميرسي. عليا سلامي. انا اول حاجه نحب نهني تونس على هذه الدوره هذا اول باب خاطر يظهر لي حاجه نادره عشناها. نحب نهني نفسي اللي أنا في الجوري هذايا ونشكر عماد عليبي اللي خمم فيا وخلاني نعيش الجمعة اللي عشناها مع أعضاء كما الأعضاء الموجودين في اللجنة هذايا اللي كان بالنسبة لي شرف. كما قالت تانيا تعلمنا نود حاجات ديغون الجمعة هذه. ونحب نهني بطبيعة كل الفنانين اللي شاركوا خاطر سمعنا حاجات خارقين العادة. ونحب الرسمي معناه نهني شبابنا نورتونا وريتونا دي بروجي يفتقوا مبادرات إبداع اي سورتو حاجة حاجتين ان فيت انا ديما كانوا نقصيني في تونس كفنانة وكأستاذة جامعية اللي هما الامتياز والشغل. Bravo les jeunes Tunisiens, vous êtes magnifiques. Merci. إضافة لثلاثة جوائز رسمية، تانيت البرونزي، تانيت الفضي، وتانيت الذهبي، لجنة التحكيم تقدم جائزتها الخاصة. لكن تعطيونا اسم رئيس لجنة التحكيم جاستن أدامز يقدم لنا اسم المشروع المتحصل على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم. Okay, so the special jury prize, we awarded it to an artist that we think is very well developed, and they will certainly succeed on every stage that they're on there. Quite ready for the industry, and they are a power, and I'm sure they know it. So it's Kanazoe Orchestra. تنونسو كانازوي المتحصل على التنويه الخاص للجنة التحكيم. تنونسو كانازوي. مبروك. مبروك لتولونسو كانازوي وتنويه الخاص للجنة التحكيم في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية.
يلتحق بنا الآن سيد فاخر حكيمة المنسق العام للمهرجان ومدير إدارة الموسيقى والرقص. نبدأ في التانيت البرونزي. التانيت البرونزي للدورة السادسة قلبي دق لأيام قرطاج الموسيقية. كل ما نقرب زيد دق أكثر. لا يقرب الاسم. الحائز على التانيت البرونزي فرج سليمان. مبروك. فرج سليمان من فلسطين. مبروك لفرج سليمان من فلسطين التانيت البرونزي في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية. قل لنا حاجة فرج. شكراً. أنا جائزت الحقيقة أنه وصلت على تونس وعزفت بتونس والتقيت بأهلها وناسها الطيبة. شكراً كثير. نمر إذن إلى الجائزة الموالية إلى التانيت الفضي. ويلتحق بنا السيد محمد الهادي جويني مدير عام المؤسسة الوطنية للمهرجانات والعروض الثقافية. سيد محمد الهادي مرحبا بك، مساء الخير. نذكر ديما لـ 17 مشروع كانوا تنافسوا في إطار المسابقة الرسمية التانيت البرونزي كان لفلسطين لفرج سليمان. الآن التانيت الفضي. سي محمد الهادي جويني مرحبا بك، اهلا وسهلا. الفائز او الفائزه بالتانيت البرونزي الف لالف كوينتيت ميوزك. التانيت الفضي ألف مبروك. أي؟ نحب نشكركم الكل اللي حاضرين هوني. نحب نشكر توت الكيب متاع جي ام سي على التنظيم. نشكر عائلتي، نشكر مارفين توت ليكيب دالف، مارفين بورلاس، تيو زيبر، غيوم مالومبري، ماكسيم مازنار، وجدي رياحي لو بيانيست اللي ما نجمش يحضر معنا هوني. فوالا. ونحب نشكر العباد الكل اللي قاعده تساند في الف كانتات وديما ورانا وتساند فينا كسوا في تونس كسوا في بلجيكا ولا في فرنسا. وان شاء الله البروجي يكبر مع التانيت الفضي. الوالد والوالدة هذوكم المقادي بيانسور عائلتي. تحية كبيرة لهم، أنهم كانوا داعمين ليك من بكري. مبروك مبروك. إذن آخر جائزة الذهب. لحظة مهمة، من سيتوج بالذهب؟ أدعو الآن السيد وزير الشؤون الثقافية محمد زي العابدين لتقديم التانيت الذهبي. من سيتوج بالذهب في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية؟ أكيد أنه تحدي كبير، منافسة كانت كبيرة بين كل المجموعات المشاركة. تحية كبرى لكل الفنانين المشاريع التي شاركت في هذه الدورة من تونس ومن خارج تونس. سيد وزير مساء الخير. الفنان أو الفنانة
المتوج أو المتوجة بالتانيث الذهبي في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية نكتشفوه على الشاشة الآن. إذن لورنوار. Il faut qu'on explique que l'Ornois a dû partir précipitamment parce que le groupe avait des engagements et en Europe et en Amérique, mais l'une des gestionnaires du groupe en Europe étant présente, c'est elle qui va recevoir le prix. مبروك للأورنوار حاضرة بالغياب ليلة معنا متوجة بالذهب بالتانيث الذهبي في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية. مبروك مبروك لكل المتواجدين. شكرا للجنة التحكيم، شكرا لضيوف المهرجان، شكرا لكل من ساهم في إنجاح الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية، شكرا لمتابعينا على المباشر، شكرا للزملاء الصحفيين والمصورين اللي كانوا حاضرين وأرقوا لحظة بلحظة سهرات المهرجان. بقية سهرة ممتعة للجميع، نتلقاو في الدورة المقبلة، إلى اللقاء.